نتكلم عن الشركتين اللي بتشتغل الدباسات، وانه ازاي الجراح ممكن يختار نوع دباسات يؤذي بيه المريض عشان بس يديله تكلفه اقل. خلينا ناخد اتصال تليفوني. استاذ عصام اهلا بيك. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك، اتفضل. انا ازيك يا فندم. البرنامج الجميل ده فيه ثقافه صحيه عاليه وتوعيه يعني للناس كلها. شكرا ليك يا استاذ. انا ليا سؤال بس بسأله حضرتك للدكتور، يعني انا السؤال ده منه خايف لا اكون مطمن حضرتك من الموضوع. السن عندي مركزه شويه من ناحيه الثدي شويه، يعني انا حاولت اروح جيم وكتير وانا سني 52 سنه. فحضرتك يعني موضوع شفط الدهون اللي هو بتاع الثدي ده، وهل ليه مخاطر او ليه علاج مثلا يا فندم وصل للطب حديث بدون اي عمليات جراحيه؟ وموضوع الكرش عندي برضو مش عارف، انا يعني بمشي كتير جدا. يعني وزن حضرتك وطولك كام يا فندم؟ برضو موضوع الثدي. استاذ عصام، الوزن وطول حضرتك كام يا استاذ عصام؟ الوزن والطول كام؟ الوزن حضرتك بعد رمضان 120 كيلو، انا كنت قبل كده 115. والطول يا فندم؟ الطول 188 سم. 188. هنحتاج نحسب معامل كتله الجسم مبدئيا. تمام. يعني في اي امراض، في اي مشاكل مصاحبه لحضرتك ولا مفيش؟ لا حضرتك هو يعني كان يا بس حاجه اللي هي ثانويه، الحمد لله والشكر لله موضوع الكورونا عدينا منه في 15 يوم وخلاص يعني. لكن مفيش ضغط ولا سكر ولا مفيش ضغط، مفيش سكر، مفيش مشاكل. الحمد لله. لا انا بتابع اول باول، هي حته بس تطول الوزن عندي، انا جايب ميزان ديجيتال، هو بس مشكله في كده الوزن، عايز انزل في الوزن بطريقه صح، يعني لان بمارس رياضه بطريقه، وانا بمشي بطريقه جامده جدا، بس برضه تطول مش بنزل بسرعه. طيب حضرتك بتتابع نظام غذائي معين ولا مجرد مشي بس؟ نعم فندم. في نظام غذائي بتتبعه ولا لا؟ هو حضرتك صراحه انا بعمل ايه لو كلت اكل مثلا عاليه بستنى، لو غدا مثلا بقعد عليه ثاني يوم بالليل ما زبادي ما اقدرش، يعني عيب ان انا وقت الغدا ممكن باكل فيها كبير بنسبه كبيره. كويس. يعني بالليل شاي او حاجه او زبادي بس. يعني ما بتتبعش نظام غذائي؟ طبعا نظام غذائي انت حاطه لنفسك مش تحت اشراف طبي، مظبوط كده؟ ما دكتور انا بس حضرتك ايه غلط الشاي يا دكتور؟ هنتجه تمام. الدكتور محمود هيرد على حضرتك يا استاذ عصام، وممكن تسيب لنا رقم حضرتك في الكنترول والفريق الطبي يتواصل معاك بعد الحلقه باذن الله تعالى. شكرا لاتصالك جدا يا استاذ عصام. هو دلوقتي عنده وزنه 120 كيلو، طوله 188، عنده مشكله التثدي، ولكن يعني بيحاول ان هو يتبع نظام غذائي مع نفسه بدون اشراف طبي، ولكن لسه ما نزلش. يعني هو احنا لازم نفرق بين تو كاتيجوريز كبار، السمنه المفرطه والسمنه الموضعيه. هو عنده نوع من السمنه الموضعيه مع زياده في الوزن، فهو في جراي زون من الجراي زونز اللي احنا بنقول عليها. السمنه الموضعيه غالبا ما يكون حلها موضعي عن طريق جراحات التجميل، سواء بقى عن طريق الشافت او الفيزر او الحاجات اللي هم بيستخدموها، او حتى جراحيا، بس هم دلوقتي ما بيلجوش قوي للحل الجراحي للتثدي. في نفس الوقت قال في عندي مشكله تانية في الكرش، فاحنا لازم نتاكد. هو معامل كتله الجسم عنده 34، فهو قريب قوي من قصه جراحات السمنه الاولى، من درجه السمنه الاولى. وقد ينفعه ان هو يستخدم بالونه، قد يحتاج الى عمل طي معده، قد يحتاج الى حل جراحي تجميلي بسيط جدا للمناطق اللي فيها مشكله زي منطقه التثدي او منطقه فهو البطن. لازم مبدئيا لازم هنقابله فيزيكالي، نعرف نشوفه حضرتك تقعد معاه. قلت لحضرتك اختيار الجراحه المناسبه 1-to-1 individualized. كل واحد ليه سكه. ممكن اجي اتكلم معاه ما يبقاش مشكلته في الشكل، مشكلته في الوزن، ركبه، مفاصله، ظهره، في عنده مشكله في النفس مثلا اثناء النوم، في مشكله كبيره بتحصل مع زياده الوزن اللي هي انقطاع النفس اثناء النوم. فحس ان النفس يروح، نقعد نفصص القصه شويه. فمحتاج ان انت تقعد معاه تشوفه وتتكلم معاه، ومن هنا نقدر نحدد المشكله المشكله ايه تحديدا بالظبط، والافضل والانسب ليها. بالظبط. نرجع مره ثانيه، الناس اللي بتحط اسعار قليله شويه لجراحات السمنه، ويجي بعد كده المريض يشتكي من انه هو المريض برضه معذور بيدور على سعره قليل ينزل بيه الوزن عشان شكله وصحته وما الى ذلك. ازاي بنلاقي فرق كبير جدا في السعر ما بين جراح وجراح اخر في نفس الجراحه؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا دلوقتي عندنا زي الدواء البراند نيم، الدواء الفلاني بكذا، وهتلاقي تلت سعره الدواء العلاني. يمكن مش في الدواء قوي القصه، لان الدواء بيخضع لتجارب لبعض المسائل العلاجيه، كل نوع فيه 12. انما احنا عندنا
هم شركتين كبار المسيطرين على السوق اللي هم شركتين امريكي مش هقول الاسماء طبعا، لكن ليهم بدائل كويس، بدائل صيني لسه مش معترف بيها عالميا، لسه ما خضعتش للتجارب. يمكن هم دلوقتي في القصه بتاعت ان هم ياخدوا الاف دي ابروفل ويبداوا يدخلوا السوق رسمي يعني.